سيارة مقالك مع الفاصوليا تشكيلة بيتزا مجلدة كبد مطبوخ مع القمح يم زبدة الفستق مع الجيلو هاي مايكل أنجلو فكر بصحتك قليلا أكلت زبدة الفستق مع الجيلو على البيتزا البارحة لا يا صاحبي أكلت الشوكولاتة مع الكراميل فقط حسنا يا سيدة ضعي كل المال في الكيس كيس ورق أو بلاستيك لا تكوني ذكية نفذي حاضر لا تؤذياني هاي مايكل أنجلو انظر انظر ماذا يجري على الصندوق الحقيران يسطواني على المكان ليس طويلا لنرهم أساليبنا في محاربة الجريمة من أنتما؟ جئنا نخلصك من النفاية لنلعب يا لصوص إذا تنوياني اللعب جديا الضربة الأولى وهذه الثانية أخطأت هل تعتقد؟ الضربة الثالثة عليك تراجع يا طيب رجال الشرطة الأفضل أن ننسحب صح لك قبلا موظفان للشرطة اجمع حسابنا يا سيدة نحن مستعجلان جدا لقد أنقذتم حياتي الحساب على المحل أصيلة هي لقد وصلوا ويايا هنا لسان أونيل من القناة 6 تماما أخبار الساعة السعيدة ما الذي جرى هنا بالضبط؟ حاول اللصوص سرقتي ولكن فجأة ظهر السلاحف هل قلت سلاحف؟ قد يكونون تماسيح لم أكن أضع نظاراتي وهكذا منع السلاحف الأبطال وقوع جريمة أخرى أو في الواقع ربما كانوا من السلاحف كل هذه الحيوانات متشابهة صدقني يا كرعون خسرنا بالصدفة أرجعني إلى الأرض وسأبرهن عن قدرتي كرعون أتوسل إليك أرجعني صائمت من هذا النخيل إذا سأعيدك إلى الأرض لن تندم أبدا يا كرعون خذ هذا الجهاز معك وهذه المرة اخضي على سلاحف نهائيها أيتها الأرض استعد لشرخ وصاخ استعد لاستقبالنا لما فعلت ذلك؟ لأنني أفرح عندما أراكما تتألمان أحب أن أرى الجميع يتألمون لقد عدت أخيرا هناك حالة طارئة ما هي إيرما؟ كسرت أحد أظافري ولم يعد عندي من الطلاء نفسه أرجوك إيرما مشاكلي تكفيني عندك مشاكل؟ ماذا لو دعاني أحدهم إلى موعد؟ نيسان هل حصلت على القصة؟ لم أصورها سيد عارف لكني متأكدة أنهم السلاحف بالطبع وربما يسرقون المكان غير صحيح إنهم أبطال صدقني كلام فارغ إنهم أكبر خطر على مدينتنا ويجب أن تعملي على إظهارهم على حقيقتهم إنهم خطر على المجتمع لكن لا أستطيع ذلك إذن سأجد من يستطيع صح يا فشكول؟ أوه أنا معك سيد عارف السلاحف وباء أخضر يهدد الجميع لما هذا الحديث؟ أعتقد أن الجواب أمامك أوه عرفتي كلك الرجولة عندما تتكلم لا أجل طبعا أنا أكره السلاحف منذ أن وضع أخي واحدة في سريري وأنا صغيرة لا بأس يا عزيزتي سأحميك من هذه الزواحف الخطيرة إذن لهذا السبب يلاحق موضوع السلاحف إن كنت عاجزة عن القضية اطمئن يا فشكول سأجري مقابلة مع أبي الهول إذا اضطررت لذلك إذا قابلته استعلمي ما إذا كان متزوجا أخبرنا مايكل أنجلو كيف تخلصتما من اللصوص في المتجر
ليتنا كنا معكما لكنا استفدنا من التمرين. كان ذلك سهلا، ليس كمواجهة النينجا أسلامي فرام. الأمر غريب حقا يا رفاق، لولا فرام لكنا ما زلنا سلاحف عادية. طبعا دواءه المحول جعلنا ننمو بطريقة عجيبة. نعم، لكن الدواء نفسه ترك معلمنا رشدان سجينا في جسد جرد. ياه، كم أود أن ألتقي فرام وجها لوجه. مستحيل يا رافائيل، فرام عالق في البعد إكس مع المخلوق النخاعي العجيب كرعون. ليوناردو، دوناتيلو، مايكل أنجلو، رافائيل. معلم رشدان ما بك؟ شاهدت الآن رؤيا فظيعة. عدوي الأبدي ساكن فرام سوف يعود. فرام؟ هذا مستحيل، رأيناه يمتص إلى البعد إكس. إن مجرما بقدرته لا يقهر بسهولة. أشعر بخطر كبير أمامنا. أي إنه يوم ممل، لم ننشر أحدا منذ نصف ساعة. اهدأ، لابد أن يظهر أحد المغفلين. رأيت ماذا قلت لك؟ أين أنا؟ عندي سؤال أفضل، كم لديك من المال مثلا في هذا اللباس السخيف؟ طبعا، هذا كوكب الأرض. أيها الجود، شنخر، صخر، أهجم على هذين الأبلهين. قديمة، حيلتك لن تنطلي علينا. أيها الجنود، ألم تسمعوا أوامري؟ أعطنا مالك الآن. سأتولى أمرهما بنفسي. والآن ماذا قلتما عن المال؟ كنا نقول خذ نقودنا، قد تحتاج إليها. ويوما سعيدا. كرعون، أين جيشي ومعداتي وأسلحتي؟ أين هي؟ فشلت في قهر السلاحف ومعلمهم رشدان رغم مساعدتي لك. عليك الآن قهرهم بنفسك. لن أساعدك بعد اليوم إلى أن تثبت جدارتك. سأريك يا كرعون، سأدمر أعداء السلاحف، عندها سيرتعد العالم أمام فرام. نادي إشلخ تربع، مكان مثالي للبدء بعملية تدمير السلاحف. يا لكم من جلة ضعفاء. المدرب هو المسؤول عن تلاميذه. اسمع أيها المهرج، لا أحد يقول ذلك لبطاش رئيس نادي إشلخ تربع. أنا الآن رئيس هذا النادي وأنت ستطيع أوامري، وإلا وإلا ماذا يا وجه التنك؟ هذا ما أردت قوله، أنت الرئيس. جئت في الوقت المناسب يا لسان. وأنت يا لسان، هل من جديد عن السلاحف؟ بصراحة لا، لكن أظن عروب، المكتب موحش بدونك. سمعت، لا تعود دون برهان عن مؤامرة السلاحف الخسيسة. افهمني أرجوك، السلاحف ليسوا خطرين، يريدون فقط أن يتركوا شأنهم. ابعدها عني، إنها خبيثة تحب السلاحف. اهدئي اهدئي، أنت بمأمن معي. حسناً، سأتيك بقصة، قصة تدل على بطولة السلاحف. هيا هيا. جيد، بعد تدريبي أصبحتم أخيراً جاهزين للعمل. لقد أصبحتم الآن إصابة السلاحف النينجا، وسترتدون كلكم واحدة من هذه عندما نهاجم. واستعدوا للهجوم. لا تتحركوا، نحن عصابة السلاحف النينجا، وعندما تخبر الشرطة تذكروا كلمة سلاحف. إذا سأل أحد، نحن عصابة السلاحف النينجا. أنا اعتقدتهم فتيانا صايبين. تذكر، نحن عصابة السلاحف النينجا، هذه بطاقتنا. محل المجوهرات، لقد نهبوه. إنه
معهم اللصوص. تأكد من تصويرهم. سيفرح السيد عارف، إنهم فتيان سلاحف النينجا المتحولون. هؤلاء ليسوا سلاحف، إنهم فتيان ونينجا ولونهم أخضر. ما عساهم يكونون؟ فرام، ما هي الأخبار؟ سلاحف المزيفون أرعبوا المدينة بموجة سرقات عارمة. عندما سينقلب الناس ضدهم سيضطرون للظهور في العلن لتبرئة ساحتهم. هذا ما تسميه خطة؟ لن أنتظر طويلا، أريد نتائج الآن، الآن، الآن. لا تتصل بي قبل أن يحصل تطور حقيقي. الوداع. لم يبق لي سوى سبيل واحد. ثم أطلقت مجموعة من الرجال الآليين، لكن لسوء الحظ هزمنا جرذ ناطق وبعض السلاحف. يا للوقاحة، لم تصادفني هكذا مشاكل عندما حكمت فرنسا. فكري خازن، شئت لآخذك. ثورة الفلاحين، أغفوار مونامي. أرجوك لا تؤذني رئيس فرام، لن أخيب ظنك مرة أخرى. لا ترتعب، أحتاج لاقط الجرذان المثالي. حاضر رئيس، مطلبك عندي. انظر، كل يوم أراقبهم يحفرون بها. جيد، ستنفعنا كثيرا. عندما سأعيد تصميمها لا يبقى في المدينة فأر آمن. أها، البرهان، وتقولين إن أحبابك السلاحف أبطال؟ لكن هؤلاء ليسوا السلاحف النينجا. سنعرضهم في أخبار المساء، وهذا أمر. ليوناردو، هنا نيسان. أجب ليوناردو. نيسان، هنا دوناتيلو، ما الأمر؟ تعال إلى القناة 6 بسرعة، هناك حالة طارئة. سيتم إعلانكم أنتم السلاحف أعداء الشعب رقم واحد. ياي، انتبهوا، صرنا نحتل الصدارة. أجل، وفي الصدر رصاصة. كفى هرجا يا شباب، الأمر جدي، سنحضر حالا. انظروا، نيسان تركت لنا النور. هاي نيسان، امسكي. والآن أخبرينا عن الحالة الطارئة. نعم، عن آخر الأخبار. بل أفضل، سأريكم. مجموعة تدعى عصابة سلاحف النينجا تقوم بسرقات في كل المدينة. انظروا إلى هذا اللباس السخيف. أنا أعترف، أزياؤهم أنيقة. مهلا، أسلوب هؤلاء الرجال يبدو لي مألوفا. معك حق، رأيت هذا الأسلوب من قبل. هناك أستاذان فقط يعلمان هذا الأسلوب، رشدان و... هل تعني... هذا ما أخشاه، فرام. نحن نهاجم. إنها غارة صوتية. هم بالذات لصوص النينجا. النجدة، نادوا الحراس. يا شباب، لنختصر الطريق، لنبقى على اتصال. ماذا كان يفعل هؤلاء الإرهابيون هنا نيسان؟ أحضرتهم إلى هنا حتى أفضحهم. وأنت ماذا تفعل هنا؟ أخبرها يا ملاكي. برافو، أحسنت يا نيسان، تابعي. ما هذا الصوت؟ لا بأس من محاولة الهرب من لاقط الجرذان المثالي. يبدو أني علقت. معلم رشدان، عندنا أخبار سيئة. اختفى أحد ما أو شيء ما دخل بالقوة. هذه من أعمال فرام، إما هو وإما حشرة عملاقة. هيا بنا. هنا ينتهي الأثر، وهنا تبدأ المشاكل. أيها الأقزام، سأجعلكم مربى السلاحف. هذا ما سوف نراه. حسناً أيها النينجا، عليهم. تعالوا إلي يا أطفال، تعالوا. مايكلانجلو، انتبه. نزلونا يا إخوان. هيا يا شباب، يمكنكم أن تفعلوا أفضل. خذوا، جربوا خياس هذه وهما أدراك. هيا، فهو مناسب.
اطلس رقم 2 استلم. ما احلى البرلين على القصر يا جميل. بدون احقاد صح يا شباب؟ صح طبعا. سأسألك مرة واحدة، أين فرام؟ ترك لكم رسالة هناك. لاقوني إذا تجرأتم في نادي إشلخ تربح. فرام، نحن نجرؤ. مرحبا، جئت بأسرع ما حصلت معركة هنا. ربما يجب أن لا أذهب، لكن قد أساعدهم. أتظن حقا أن تلاميذك يقهرون تلاميذي؟ تلاميذي أغبياء. استعملتهم فقط لإعاقة السلاحف حتى أقبض عليك، والآن سأحطمكم كلكم. مهما فعلت فإن تلاميذي سيهزمونك يا فرام. بكل تأكيد يا معلم. فرام، إذا تجرأت ولمست وبرة من رأسه. إيرما، أرسلي فريق الأخبار بسرعة، عندي خبر جديد عن قضية السلاحف. وانا خطوة، وإلا يتحطم مدربكم. ذاك الحبل يؤدي إلى ذراع عملاقة، إنها تزن 1000 طن، لا نستطيع تعطيلها. هذا صحيح يا سلاحف، معلمكم سيصبح من التاريخ. مصيبة يا شباب، يبدو أنها مشكلة عويصة. أنا فكري، لقد أتيتكم بلاقطة جرذان. فكري؟ ألا يزعجكم من يدخل دون استئذان؟ سلاحف ناضقة، سلاحف خضراء ناضقة. قل وداعا يا رشدان. أحسننا يا رفاق. ساعدني رئيس، ساعدني. يا لك من بائس، علي أن أقوم بكل شيء. يا أين الفرامل في هذه الآلة؟ الذراع العملاقة. هيا هيا انتبهوا. حسنا فعلتم يا أولاد. لم ننتهي بعد، أين ذهب فرام؟ لم تروا مني كل شيء بعد، إنها مجرد بداية. هذه إشارة الرحيل. لا لا أصدق، وكأنها الحرب العالمية العاشرة. صوروا يا شباب، عندنا قصة ستذهب بعقل المدير. لكن صدقني، كانت الخطة تعمل حتى أفسدها ذلك الأحمق فكري. بدون أعذار، لقد خسرت مرة ثانية. ساطل، أجل ساطل. وحتى تثبت نفسك لن تنال مني أي مساعدة. سوف أدمر رشدان وسلاحفه الأشقياء، ولن أرتاح قبل أن أفعل ذلك. هنا نيسان أونيل من القناة 6. اليوم تم اعتقال عصابة السلاحف النينجا المزيفة، وبعد فتح هويتهم يتبين مرة أخرى أن السلاحف ليسوا الخطر الأخضر الذي يتكلمون عنه. عرفتي، كيف تسمح لها بأن تقول ذلك؟ لكن يا عزيزتي إنها الحقيقة. اعترف، أنت تحب السلاحف صحيح؟ لا يا عزيزتي، أنا أكره السلاحف صدقيني. غداؤك حضرة المدير، طلبت حساء سلاحف. ماذا؟ كنت أكيد أنك معجب بالسلاحف. الوداع، لا أظنها تحب الحساء. حتى الآن الكل يجهل هوية الأبطال الخضر الذين وضعوا حدا لمسلسل الجرائم، ولكن أيا كنتم شكرا. أهلا بالجميل. غمزتني. أنت مخطئ جدا، لقد غمزتني أنا. لا تجعلوني أضحك، لقد غمزتني أنا. أكره الجدال يا شباب، أنا المقصود طبعا. لا أنا تظنوني أنا. في الحقيقة كنت أغمز رشدان.